بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدينا مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح آيات سورة الإنسان. إن شاء الله الشباب بقى النهاردة هيقروا اللي احنا صححناه في الحلقة الماضية. احنا مع حضراتكم بنصحح الآيات من 5 لـ11 في سورة الإنسان. نبتدي بالأستاذ مين بالظبط؟ مين بالظبط؟ نبتدي. طيب يلا يا أنس، إن الأفضل استعيذ وسمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب ليه انت عملت مسكينا ويتيما وأسيرا؟ قبل الألف ميم ساكنة؟ أنا عندي النون فين؟ ميم ساكنة ازاي؟ لا أنا بتكلم النون على يتيم. في تنوين عندك؟ هاي ايه النوس؟ مسكينة. طب ما انا عارفة المسكين، انت مسكين برضو. مسكين وانت بتقولها لي خالص يعني، بس في نون عندك هنا منونة مفتوح، تنوين بتاعت مسكينا. لو انا وقفت كده، لو انا وراها الواو، انت قلت مسكينا ويتيما، ليه قلت مسكينا؟ انا عايزه الحكم. مين عارف؟ قول يا عبد الله. ادغام. عندي ادغام. ليه؟ انت خدت اول الخيط وسبت بقيته. قلت من احكام النون الساكنه وسكت. يعني احكام النون الساكنه والتنوين اذا جاء وراها حرف من حروف الادغام بغنه، عشان كده انت عملت الغن، فقلت مسكينا ويتيما، ما برضو يتيما اهي النون بتاعت التنوين يتيما، فوراها واو من حروف الادغام بغنة، هتبقى يتيما عشان اعرف الحكم تاني. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جميل. يلا يا استاذ ادم. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا قمطريرا. عبوسا قمطريرا. جميل، لان هيبقى عندي هنا اخفاء. شوف، واحده هنا تنوين في إظهار، واللي جاية بعدها إخفاء، اللي هي التنوين اللي على عبوسن. أدي السينة اهي منونة عندكم اهي، عبوس. يلا كملي يا سارة. أحسنت يا آدم. وقاهم الله شر ذلك اليوم وذكاهم نضوة. نض، شفتي بقي كده؟ نض، عشان ما تبقاش دال. انا عايزاها ايه؟ ضاد، لغه الضاد. نض، بقي هنا اتملى هوا. ها قولي بس نض. نض. اي تاني. نض. او ما تجريش عشان تتمكني من الحرف. نض. نض. اقريها تاني الايه. فوقاهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم
ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أحسن من قبل كده، ربنا يفتح عليك. يلا يا سادة. إن الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ما تقلقلش الذال يا سيد. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يلا يا شروق. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا أنا زعلت. أنا عندك هنا إيه فوق الهمزة؟ تنوين. ورا التنوين إيه؟ ورا التنوين ايه؟ واو. الواو دي ايه بقى؟ حرف من حروف ايه؟ الادغام بغنه ولا من غير غنه؟ بغنه. يبقى انا ايه؟ هقول ايه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يلا يا عبد الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وما قلقلش الضاد. نظرة وسرورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.